نراجع تاني على الكلمات اللي قلناها دي. The thieves, the bank, and the stole much money. هنبقى رابع. طالما دي بليس يعني ايه؟ ما نغلطش فيها. يبقى يسطو على ايه؟ يعني قام اللصوص بالسطو. الناس اللي عندها مشكلة في الترجمة التالية تركز معايا. قام اللصوص بالسطو على البنك وسرقت. وانا بشرحها قلت لك ممكن الفعلين يجوا في نفس الجملة. هنا ظهروا الاثنين. احنا خدنا ايه؟ وفي كمان صح. قام اللصوص بالسطو على البنك وسرقت اموال كثير. ماشي؟ يبقى ذا فاز جيم ستيل وراها الشيء على طول. لو انا حبيت بقى رب اجيب بقى اشياء زي ايه بقى؟ زي ايه؟ ماني او هاندي باج او موبايل تظبط بايه؟ مفعول حرف لازم. ماشي؟ ولكن مع الاماكن عاوز المكان على طول مباشر. انت شايفين كده رب ده ايه؟ ده بقى قلنا في الثانيه يو كان جو اند انجوي وين اتس ويند. لما يكون الجو عاصف يبقى احنا بنروح ليه بقى؟ وين سيرفنج. وين ايه؟ سيرفنج. ان از ا بيرسون هو هيلبس ان ا شوب ان ا تيكت اوفيس. قلنا ايه؟ اسيست. يعني بقى مساعد. مساعد في محل مثلا او في مكتب بيع ايه؟ تذاكر. السيستم. There were about 20,000 حوالي 20,000 يعني at the football match to support. قلنا بقى coaches, spectators, referees, opponents. Spectators. يعني ايه spectators؟ مشجعين قوية متفرجين. أول كلمة دي عشان تبقى تنقلها أنت عندك وأنت بتتفرج على الفيديو. Opponents يعني خصوم. Opponent يعني إيه؟ خصوم. خصم أو عدو. وطبعاً referee حكام وكوتش مدير فني. ذا كارنت جفرمنت. قلنا جفرمنت حكومه. وصف الحكومه انها كارنت يعني حاليه. يعني الحكومه الحاليه. الحكومه الحاليه. بيز يو اتنشن تو ذا توريزم اندستري. يعني ايه توريزم اندستري؟ صناعه ايه؟ سياحه. توريزم اندستري. قلت لكم لازم تحفظوا التعبير ده هو بيز يو اتنشن تو. تاني بي يو اتنشن تو. بي يعني يدفع بس هنا معناها يعطي. مش معناها يدفع. عارفين بي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الحكومة الحالية تعطي اهتمام بالغ. فين كلمة بالغ بقى؟ ديو. بالغ يعني كبير. تعطي الحكومة اهتمام كبير لصناعة ايه؟ السياحة. كلمة اتنشن دي ممكن اشيلها واحط مكانها كلمة انترست اهتمام برضه. Cars are better for the environment and they cause no pollution. قلنا اخر كلمه يعني ايه cause no pollution؟ منفيها ايه بقى؟ نو. منفيها بايه؟ نو. cause no pollution يعني تسبب ايه؟ تلوث. يعني عاوز سيارات ايه بقى؟ كهربائيه. سيارات ايه؟ كهربائيه. انا عاوز صفا ولا اسم؟ صفا. استبعد الاسماء الكتريشن. قلنا الكتريستيك كهرباء الكتريشن بيصلح الاعصاب. نروح بقى للكلمتين دول الكتريك الكتريك. نركز بقى الكتريك اللي هي الصفه الاقل حروفا. الكتريك دي معناها اجهزه تعمل بالكهرباء. اجهزه تعمل بالكهرباء. الكتريكال حاجه متعلقه بايه؟ بالكهرباء. لما نقول مثلا الكتريكال انجينير مهندس. مهندس متعلق بايه؟ بالكهرباء. الكتريك فولت. الكتريك فولت يعني عطل بقى كهرباء. نقولها تاني كلمه الكتريك. كلمة ايه؟ الكتريكال بالعربي كهربي. بس في بيج ديفرنس يعني ايه؟ اختلاف كبير. الكتريك تصف الاجهزة التي تحتاج كهرباء للتشغيل. ماشي؟ الكتريك فان مروحة ايه؟ كهرباء. الكتريك هيتر سخان كهربي. كهرباء على طول. ماشي؟ كلمة الكتريكال الصفة الأطول شوية أطول في الحروف. حاجة متعلقة بإيه؟ بالكهرباء. أشهر حاجة الكتريكال انجينير. يعني في مجال ايه؟ الكهرباء. الكتريكال فون. عطل كهرباء. ايه؟ في تعبير اسمه عشان الحاجات دي هتتقال في ثالث ثانوي كمان الكتريكال اكويبمنت. الكتريكال كلمه اكويبمنت يعني ايه؟ نركز بقى في الحته دي عشان دي مهمه وصعبه شويه. اكويبمنت معدات. ما قلتش المعده اسمها ايه؟ تاخد الصفه الطويله. ولكن لو قلت المعده اسمها ايه؟ تروح ايه بقى؟ الكتريك. يعني انا بقول الكتريكال اكويبمنت. يعني الكتريكال. طب انا قلت فان مروحه. الكتريك. قلت هيتر سخان. الكتريك. قلت كارز. الكتريك. الكتريك كارز. الكتريك ايه؟ كارز. بس قلت بقى الكهربائي. الاربع كلمات دول هيبقوا قدامك لدرجه ثالث ثانوي بنفس اللي انا قلته بنفس الفرق ان في تو راوندز كان اسم اسمين الكتريستيك كهرباء الكتريشن واحد بيصلح الاعطال.
وفي صفتين، الصفه القصيره والصفه الطويله. القصيره يعني جهاز يحتاج كهرباء لتشغيله. اي جهاز بقى؟ الكتريكال، حاجه متعلقه بالكهرباء. اشهرها الكتريكال انجينير مهندس هاد، الكتريكال فولت، الكتريكال اكوبمنت، معدات كهربائيه. لو انا قلت المعدات بدون اسم تاخد الصفه الطويله، يبقى ناخد هنا ايه بقى؟ الكتريكال. هنا بقول وي يوز ذا بريفكس. بريفكس فاكرين يعني ايه؟ بادئه. ده ثالثه اعدادي. بريفكس يعني ايه؟ بادئه. وسافكس احنا نستعمل البادئه تو جيت ذا انتونيم اوف ذا ادجكتيف اونست. يعني ايه اونست؟ امين. اونست يعني ايه؟ امين. بقول لك اونست انت خدتها في الاعدادي عكس ايه؟ ركزوا معايا، عكس الصفه ليس له قاعده. عكس الصفه ليس له قاعده. يعني في صفات تاخد اي ان اي ام دي اي اس يو ان اي ال اي ار، ملهاش قاعده. بس بنقول ان كلمه اونست يعني مرت علينا قبل كده. عكس ايه بقى؟ ديس اونست. ناخد ايه بقى؟ ديس اونست معناها خائن او غير امين. اخر جمله يبقى خدنا كل ثمن. ده طبعا اللي احنا شغالين فيه جرامر ولا بوكاب؟ بوكاب. بول نوبل برايز واز جيفن تو دكتور زويل فور هيز ساينتفك. تم اعطاء دكتور زويل جائزه ايه؟ نوبل ساينتفك ليفل اتشيفمنت. طيب ده اللي احنا قلناه الناس اللي بادئه من الاول، اسمه بليسمنت تيست، اختبار تحديد مستوى حاجات مرضك الاعدادي، وبيشوف بيحط لك تركيبات جديده وانت بتختار. يبقى تم اعطاء دكتور زويل جايزه فور هيز سيرفيس ايه بقى؟ انجاز علمي. يعني ايه اتشيفمنت؟ انجاز علمي. امال ليفل يعني ايه؟ مستوى. هوم ورك ده راجل من زي الكهرباء ورايت مش يعني ايه؟ كل حصه فكروني كده في اول خمس دقائق 10 دقائق ناخد اجيب يعني جزء من ده. بعد ما نخلص بليسمنت تيست نبتدي نراجع الوحدات الوحده الاولى احنا ماشيين. بوكاب، جرامر، ممكن اسئله ترجمه اختياري ماشي؟ او حفظ كلمات بيجيب لها جزء انجليزي او جزء ايه؟ عربي. نفتح الكتاب كده. كمل. كان عندنا صفحة أسئلة كده واجب. She finds her work with disabled people. يعني وجدت إيه؟ الشغل مع disabled people. يعني أشخاص بقى disabled people، أشخاص disabled people.
she finds her work with disabled people very. ناخد أولا. Rewarding number C. Rewarding. طلعوا منها سهم كده. كلمة reward لوحدها يعني ايه؟ noun وverb. الناس تركز معايا في الحصة. reward noun وايه؟ تنفع مكافأة مالية يعني أو يكافئ أو ايه؟ يكافئ. ما أنت عندك reward بتطلع إيه بقى؟ ING. أصبحت صفر. أصبحت إيه دلوقتي؟ صفر. معناها بالعربي مجزي أو مرضي. مجزي أو إيه؟ مرضي. يعني هي وجدت شغلها مع الأشخاص المعاقين مجزي أو إيه؟ مرضي وبتحبه جدا. يبقى كلمة مجزي أو مرضي من ناحية إيه؟ المادية والمعنوية. الاثنين. مجزي أو مرضي من ناحية إيه؟ المادية. وجدتها كويس وكمان بيعملوها كويس. يبقى لما نشوف كلمة الوورد بتطلعها ايه؟ بعد نون ولا ادجكتيف؟ صفة معناها مجزي أو بتصف أكتر حاجة مشهورة جوبز اللي هي إيه؟ وظائف. لما أقول مثلا ريوردنج جوب يبقى وظيفة إيه بقى؟ مجزية. يبقى مجزي أو مرض من ناحية إيه؟ المادية وإيه؟ معنوية. أنا نفسي أطلع سبب إن الطالب مش عارف يكرر والله اللي أنا بقوله المرة واثنين وثلاثة. أنا أقول السبب كده الطالب ما يقولش ورايا. That have a safety device. اكتب كده جهاز امان. Which switches the power off if there is a fault. انا قلت يعني safety device. جهاز امان. جهاز ايه؟ امان. بيطفي ايه؟ لما يكون في فولت. اخر كلمة فولت قلتها الوقت. وانا اسمعوني بقول ايه؟ اخر كلمة فولت قلتها الوقت. يبقى مهم جدا تبقى قاعد مركز في الحصة. قلنا من شوية electrical fault. قلتها في السؤال رقم كام؟ fault يعني عطل. يعني بقول لك الماكينة فيها جهاز أمان تفصل لوحدها لو حصل عطل. عشان ما تعورش العامل اللي عليها مثلا. فناخد إيه بقى؟ ماشين. أما الحصة اللي فاتت عليه ماشين؟ ماشين آلة أو إيه؟ أو ماكينة. أول كلمة تقول فاكرها يعني إيه؟ ده ايه؟ ده هو الصبيان والبنات كل واحد في كتابه وما لكش دعوه بزميلك خالص ركز في كتابك انت بس. ما لكش واحد مش معايا. تقول اداه يدويه زي كمبيوتر سكولز قلت ايه؟ النجاره. انت فاكر يعني ايه انسترومنت؟ انا فاكر او اله طبيه لسه في تاني او الات ايه؟ طيب هاو ماتش از ذا انترنس فور ذا ايجيبشن ميوزيوم؟ تعال اقول لكم كلمة انترانس تبقى جنبها يعني دخول. انترانس يعني دخول. دخول. بدأت كلمة ايه؟ يعني كم سنة؟ دخول ايه؟ فور ذا ايجيبشن ميوزيوم. يعني ايه ايجيبشن ميوزيوم؟ نراجع على معاني الكلمات اللي اتشرحت الحصة اللي فاتت وانت ما ذكرتوهاش. أول كلمة ويج أجري يوم أسبوع أو بالساعة قلنا الحصة اللي فاتت. طيب اتنين فيه أتعاب. السبورة بقى قلت لك أتعاب محامي أو مصاريف مدرسية أو رسم في كل مكان يبقى الصح هنا إيه؟ كمل معايا سالري مرتب شهر يعني حاجة مونثلي يعني مونثلي شهرية. آخر حاجة ويجز أجور جمع الأولى ويجز جمع الأولى أجور. يبقى ناخد فيه يبقى فيه لما أشوف يبقى معناها إيه؟ تعب محامي او مصاريف او رسم دخول لاي مكان زي الجمله دي بقول لك كم مقدار رسم الدخول عشان تدخل ايجيبشن ميوزيوم طيب كان يو سجيشنز فور كيبنج ذا انفايرمنت كلين؟ طب ما اقول يعني ايه سجيشنز؟ سجيشنز يعني ايه؟ بتاخد عندنا حط كتابك فوق يا ابله حط كتابك فوق انا عشان تبقى معايا سجيشنز يعني ايه؟ اقتراحات. المفروض مرة علينا في الإعدادي الفعل إيه اللي معاه؟ ميك. ميك واحفظه كده. بالعربي بقى يقدم اقتراحات. يقدم ايه؟ ما تنفعش دو، ما تنفعش تيك، ما تنفعش رايز، ماشي؟ يبقى ناخد ايه بقى؟ ميك سجيشنز. ذا لو ديسايدز. راجع معايا عشان ده بينمى عندك مهارة الترجمة. لو يعني ايه؟ بالاو ولا بالايه؟ بالايه. وتنطق او. كتب ايه؟ ايه؟ الله يعني القانون. The law decides who is innocent
بقول لك القانون بيقرر من هو بريء. ايه كده بريء؟ انسنت يعني ايه بريء؟ صدع عليك محسن شويه معايا. ايه انسنت يعني ايه بريء؟ من هو بريء؟ كتابك فين يا احمد؟ كتابك فين يا احمد؟ فخد خد سيره شويه. من هو انسنت يعني ايه بريء؟ هو ويل بي ان ومن يوضع فين؟ سي. يعني مين اللي هيفرج عنه ومين هيدخل؟ سي. القانون اللي حد الكلام بريزنت. قلنا قبل كده وانا فكرت كل حصه اهو ان الاماكن لو انت رايح من اجل غرض نفسه نو ذا مفيش ايه؟ ذا نو ارت. انت رايح مكان عشان الغرض نفسه ما ياخدش ده. انت رايح المدرسه زي ما قلت الحصه اللي فاتت رايح المدرسه كليرنر يعني ايه؟ متعلم او تيتشر معلم بناخد في السكول بس بدون ايه بقى؟ ذا او لو رايح فيزيت تقول يعني ايه؟ ذا ياخد ذا يعني ايه؟ ذا يعني والستودنتس يعني ايه؟ طلبه جود سكول تيتشرز جود سكول. طب وليه الامر بقى رايح المدرسه؟ نفس الكلام ينطبق على بريزن سجن سجن على هوسبيتال. واحد رايح يتعالج او طبيب رايح يعالج هوسبيتال اما راح يزور ذا تيمز فيكتوري. فيكتوري انتصار. شوف احنا خدنا كام كلمه جديده المفروض انت تروح تنقلهم في الكراسه بتاعت الترجمه اللي انت عاملها مش كل ترجمه. يعني ايه فيكتوري؟ اللي بيرمزوا ليها بالرمز ده اهو كده لما يكونوا ماشيين ده حرف البي اللي موجود في ايه؟ فيكتوري. حد فاهم حاجه؟ لما يكون حد ماشي كده في مظاهره او راح يتفرج على ماتش وراح ينصر فريقه فبيعمل كده مش معناه ان هنكسب تنصر معناه احنا ايه؟ احنا ايه اللي هنكسب؟ ده حرف ايه يا اخوانا؟ فيكتوري بدات ايه؟ يعني احنا اللي هنكسب احنا اللي يبقى عندنا فيكتوري يعني ايه؟ مصر بمعنى ايه؟ The team's victory today has them a place in the final. One. يعني فاز لهم بايه؟ بمكان. يبقى ممكن وين تاخد بليس يعني ايه؟ مكان. فاكرين بقى الاربع افعال اللي هم الحصه اللي قبل اللي فاتت. ارن الاولى يعني ايه؟ يكسب مال مقابل راجع معايا. جين يكسب شيء ايه؟ معناه زي فيلم يعني ايه؟ شهره اكسبيرينس ماشي؟ ايوه. وين يفوز على ولا يفوز بيه؟ يفوز بيه او يفوز بس. وطبعا الورد يعني ايه؟ يكافئ. هي از هي هاز نو ديزاير ما عندوش رغبه. He has no فكرة. He has no فكرة اللي نفت. Has no يعني ملوش. واخدين شوية كده cause no pollution. Yes. قول كده he has no desire to spend money even on his children. ما عندوش رغبة ينفق أموال حتى على فهو miserable ولا misery ولا miser ولا missing. طب نحط ده على 24 دي. دير عليك. هو عاوز ورا هي از adjective يعني صفه. انا عاوز اقول بالعربي كده هو بخيل. هو ايه؟ بخيل. وانا جاي اختار محتاج ايه في الجمله؟ adjective يعني adjective. اي حاجه غير الصفه استبعدها. هل في هنا misery نمبر بي دي البوكس او الشقاء دي مستبعده وميسنج الاخيره دي يعني مفقوده يبقى انا استبعدت ايه؟ بي ودي بي هتفنى عن الشقاء او البوكس ده اسم مش عاوز اسم انا عاوز ايه؟ صفر. استبعدت بي وميسنج الاخيره غلط في الجمله. ميسنج يعني ايه؟ مفقود او ضايع. سؤالي بقى اخد صفتين ميزرابل ولا مايزر؟ ميزرابل يعني تعيس او بائس او حزين. امال مايزر بخيل. ايه الصح مايزر؟ لان ماشي مع الجمله بيقول لك هو بخيل ما عندوش حتى رغبة إنه ينفق على إيه؟ على الأطفال. هيز تشيلدرن يعني إيه؟ أطفال. هو بخيل مش عاوز يصرف على أي حد ولا حتى أطفال. يبقى مايزر. عرفت الفرق بين الصفتين؟ مايزر يعني إيه يا فندم؟ بخيل. أمال لما أقول ميزرابل؟ تعيس. طيب. Nowadays, كل هذه الأيام, everyone is rushing. 25. When there was an exhibition of pain, it was pain عن ألم. Pain عن ألم. حد فاكر عن exhibition؟ تعبير. كان هناك تعبير ألم and on his face. الجملة مربوطة بإيه؟ بأن. مربوطة بإيه؟ بأن.
بان قول there was an expression كان هناك تعبير of been بايه؟ بالألم ده اسم and يبقى انا عاوز بعد and بايه؟ اسم كان تعبير على وجهه بالألم و مش عاوز الصفات بقى عكس اللي فوق اشيل مزرابل واشيل ايه بقى؟ ميزر اشيل ايه بقى؟ ميزر ايه بقى؟ ميزر بوكس يبقى ميزر معنى بقى؟ البوكس يبقى انا محتاج في الجملة دي الوقت ايه؟ ناون يعني ناون اسم امال اللي فاتت؟ يبقى لازم الجملة الامتحان ما بيبقاش امتحان طويل ده اختياري اقل من 20 جملة بتاع الترم الاول كله فمحتاج ان الطالب يركز فيه عشان ما يختارش غلط لان الاستعجال هنا المرة There was expression دي nowadays everyone is rushing كلمة رش يعني يتسارع او يتعجل rushing to be better ان يكون احسن or more successful than everyone else دي بنسميه بقى الكل يتسارع عشان يكون كويس بنسميه باللي احنا خدناه بقى الحصه اللي فاتت رات رات كلها يعني كلام شديد احنا قلنا ريس يعني سباق ورات فقر بس ما اقولش بقى سباق الفئران سباق شديد سباق بقى شديد يعني ريس زي كلمه كومبيتيشن منافسه يعني As a result of his repeated mistakes. كلمة repeated mistakes نكتب فوق repeated mistakes أخطاء مكررة. Repeated mistakes أخطاء مكررة. بسبب أخطاء المكررة he has been from his position in the company. نمبر يا أولاد. نمبر دي. يعني عاوز التصريف التالي. يعني هو اتشال من بوزيشن منصب او موقع في الشركه لو حابين نترجم رقم 27 يعني ايه ريبيتد ميستيكس لما يجي لك انت في اولى ثانوي لما يجي لك از ريزلت اوف يعني ايه؟ هنا ركزوا معايا شويه از ريزلت اوف يعني ايه؟ نتيجه يعني بسبب اخطاء المتكرره تم عزله من منصبه في المنصب ده بوزيشن ان ذا كومباني فين الشركه يبقى انت الجمله دي بتعرف ان الريموف يعني يزيل ممكن يزيل اشخاص او اشياء او ايه؟ اشياء لو عندك مثلا بقعه مثلا في التيشيرت او حاجه انت بتزيلها بمسحوق معين يبقى ريموف بقعه معناها سبوت او ستين سبوت او ايه؟ ستين فنفس الكلام هنا ناخد ريموف بول شوبرز كومبلين نكتب كومبلين يعني يشكو كومبلين بمعنى يشكو هي شو يعني يا اولاد؟ شوب محل شو يعني ايه؟ محل وشوبينج تسوق شوب بقى تنفع فيرب يعني تسوق فيرب يعني ايه؟ تسوق يعني ايه بقى شوبرز؟ تسوقون يعني اللي بيشتروا اللي بيبيعوا بيشتروا دي بتساوي بايرز اللي بيشترون بتساوي كاستمر ما خدناش؟ هي شوبرز خلاص؟ شوبرز كومبلين اباوت بور كواليتي يشتكي الزبائن من بور كواليتي اكتبوا كده جودة رديئة جودة رديئة بور كواليتي اند ذا هاي برايسز اند ميرشنتس ميرشندايز ولا ميرشنبل ولا ميرشنت ميرشندايز يعني بقى بضائع ده معناه البضائع ميرشندايز احنا واخدين قبل كده ميرشنت يعني ايه يا اولاد؟ تاجر جمله بيبيع حاجات ايه؟ ان لارج كوانتيتيز فاكرين؟ ان لارج اماونت يعني ايه؟ كميه ايه؟ واخدين السؤال ده ميرشنت يعني ايه؟ تاجر جاي منها بقى ميرشندايز اللي هي بقى البضائع ممكن اشيلها احط مكانها جودز جود بالاس بضائع بتوع معامله الجامع Mothers are the best to look their families. يعني اكتر يبقى لما اقول لوك افتر يعني ايه؟ بقول لك الامهات هي افضل من يعتني بايه؟ بالعيلة. طيب في اللي جاي ده يختار كام؟ اختار اثنين. مين يونج من؟ اتفقنا يعني يونج من؟ الشباب بتساوي يوت بتساوي ايه؟ يعني ممكن اقول يونج من او ايه؟ او يوت الكثير من ايه؟ الشباب من يونج من ماني فروم توريزم سو وي هاف تو انكارج تورست تو كام تو هير عاوز كام كلمه؟
بعد النقط في ايه؟ ماني. دي كلمه ايه؟ ماني. اخد ارن الاولى واخد ميك، يبقى ارن ماني او ميك يكون ثروه او يدر ربح، يجي له مكسب. لما اقول يكسب مع الاموال اخد ارن او ميك. طبعا كلمه ماني ممكن تاخد افعال ثانيه بس هيبقى معناها مختلف شويه. لوز ماني يخسر اموال، يعني مش كل مره تبقى ايه؟ يبقى ممكن ايرن ماني يعني او ميك ماني يكسب برضه او لوز ماني. طيب ماي فريند از بلام، فاكرين يعني ايه بلام؟ ممتلئ ايه؟ والله العظيم ال 100 سنتي لازم اضرب بالقلم كله برضه عليه الوقت. اللي جاي غلط وانا المفروض ماشيين قدام. كلمات قلناها مره واثنين وثلاثه وجايين نسال فيها دلوقتي بناخد اسئله وهو قاعد زي الحمار. ولا بلامب يعني ايه؟ بس انا باد واي ولا جود واي؟ جود واي. ان نايس واي بطريقه مقبوله ممتلئ بس بطريقه ايه؟ مقبوله. يس. دي معناها ايه بقى؟ دي مرادف لايه بقى؟ بقول لك بلامب السينما فور ها؟ فات تيك فات تيك معناها برضو بدين فات تيك. الاولى بقى تن نحيف فين يعني ايه؟ دي واحدة بس كده؟ لا وبيز هنا يعني ايه؟ يعني بدين بدين قوي يعني. بس احنا هناخد بي هناخد بي ايوه هناخد بي ودي بي وايه؟ ودي وبيز يعني ايه؟ بدين هي اللي بتسوي فات. امال تيك دي كثيف بس المواد عارفين لما تكون ماده لزجه وماده ايه؟ ها؟ كثافتها بقى قليله ماشي؟ فناخد تيك عكسها تن يعني تيك مش هتيجي الاشخاص الشخص ياخد بلم يعني ممتلك ايه؟ قريبه من ايه؟ فات او اوبي ولكن بلم ايه الفرق بينها فات واوبي زي ما خدناهم؟ ان بلم بتكون ايه نايس واي بطريقه ايه بقى؟ مقبوله او جميله يعني فناخد هنا اوبيز وناخد ايه بقى؟ فات. امال التيك الاخيره كثيف دي المواد لازق يعني ماسك في بعضه قوي. امال التين الاولى نحيف. التين الاولى بقى لها معنى ثاني. التين الاولى لها معنى ثاني كفعل يخفف يعني ايه؟ يخفف اللزوجه. لو انتوا يعني لفوا في موضوع النجاره وكده النجارين يقول لك احنا جايبين تينر. جايبين ايه؟ تينر. هو اسمه تينر. اسمه ايه؟ تينر. التين اللي عندك دي وتحط لها كمان ان اي ار ماده مخففه. التنر ده بتحط على المواد اللي ايه؟ اللزجه عشان يخليها ايه؟ اقل لزوم. حد فاهم حاجه؟ التين الاولى باللغه بتاعت الحضانه نحيف. لها معنى ثاني يخفف. وجاي منها تنر. بقول لكم عشان ما تنسوهاش. تنر اللي هي ماده بقى مخففه. هم بيقولوا عليها تنر بس هي صح بقى؟ تنر. كلمه انجليزيه اصلا. ماده مخففه. بتخفف اللزوم. طيب. Well, unfortunately, the soul has some orphans. The orphans يعني ايه؟ شوف أهم كلمات الطالب قدامي مش عارف يقول. يعني ايه أورفن يا إخواني؟ يعني بعض الأيتام كده هاف نو هوست، فاميليز ما عندهمش عائلات نظيفة تو ذيم. ناخد ايه؟ كير فور اي و سي. اي و سي. Can I borrow your car for the weekend؟ يعني استعير السيارة كده لنهاية الايه؟ الاسبوع. بقول لك عكس كلمة بورو. لين ريتير. لين ريتير. should be helped by all people in society especially the government. انا عاوز اقول بقى المعاقين. قلت لك لما اجي اقول فئة معينة اخد ده وايه؟ الصفة؟ او الصفة العديدة. يبقى ناخد نمبر بي. نمبر سي. ذا ديسيبلد او ديسيبلد بيبل. اي اسكت ماي فادر تو جو اوت ويز مي بات هي واز فيري تايرد. تايرد ممكن تكون بتساوي ويري. نمبر سي. سي. اكزوستد. نمبر اي معناها متعب.
جاي لي بقى المجموعة الساعة 2 كده افرضهم تاني كده ماشي معلش يا حبيبي بعد الحصة بقى اجيب لك انا ورقة تسيب لي كل الطلبة الصغيرة الموجودين هنا المجموعة عشان بقى المجموعة تكون جاية ماشي طيب النهارده في جرامر الوحده الثالثه لو انت فضلت كده اللي هناخد النهارده يعني هناخد زمن فاضينه قبل كده بص بص انت مش هشرح اشرح اشرح فين؟ نقول بص انت الماضي ايه؟ بسيط الماضي البسيط المتكون من تصريف كان ايه؟ عادي الضبط دي او ايه؟ نفب ديلن تسال عنه جديد المجهول بتاعه خد المفعول واخد وضع وايه؟ الكلمات اللي تدل عليه كل كلمه تدل على ايه؟ الله. النهارده بناخد زمن جديد هنراجع عليها على الصفر اول اللي هو البريزنت بيرفكت المضارع ايه؟ هنشوف استخداماته الازمنه يا اخوانا مش عاوزه حفظ عاوز الطالب كده مركز في الحصه عشان نطلع على حاجه منه الزمن الباست سيمبل بقول لك تم شرح وحده ايه الاولى ولما اقول لك باست سيمبل ماضي ايه سيمبل نيجي معانا في الحصه قاعد تبص ازاي تشرح فين مش عارف تتابعني يعني ما انا متابعك انا خليك على كده لما اقول باست سيمبل ماضي ايه بسيط لازم الطالب في الثانوي على الاقل يعرف شكل الماضي البسيط الماضي البسيطة والتصريف اللي هو انت وانت بتصرف عندك كده بتتم تصريف في افعال عليها افعال ايه؟ شاذة فعل الشاذ احفظ كما هو جو وين خلاص جو وين دي جو انا عاوز وين في الماضي البسيط الافعال العادية ضفة دي او لما اجي انفيها انفي بيجي لي واسال عنه كلمات تدل عليه اكسبريشنز اي كلمه تدل عليه على الماضي طيب النهارده بقى انا هاخد زمن تاني اتاخد برضه تفكر في الاعداد اللي هو البريزنت بيرفكت اللي هو ايه زمن المضارع ده المضارع ايه التام ركزوا بقى هو اسم مضارع ايه تام بس احيانا بيكون الحدث هابن تم اخوانا هو اسمه بريزنت يعني بريزنت بريزنت مضارع هو اسم مضارع ايه تام بس معظم التعبيرات اللي بتيجي في زمن المضارع التام يا نبيل سيب الكتاب دلوقتي انا على السبوره بيكون الحدث فيها هابن يعني ايه؟ تام. وانا في الترجمه اول ما جيته قلنا لما يكون الجمله زمانها مضارع تام ابدا بكلمه لقد ابدا بايه؟ وماضي ماشي؟ لما اقول علي هاز سنت ذا ريبورت علي هاز سنت ذا ريبورت هنكتب الحاجات دلوقتي على السبوره بس خليكم معايا عشان تستوعبوا اللي هيتقال علي مين الفاعل؟ علي هاز سنت ده مضارع تام اللي بيتكون من هاف بس في ايه؟ يعني ايه ريبورت؟ تقرير ريبورت يعني ايه؟ تقرير لما اجي ترجم الجمله دي بقى علي هاز سنت ذا ريبورت ركز بقى معايا رد عليا اقول علي سيرسل ولا يرسل ولا ارسل؟ ارسل لقد ارسل علي تقرير يبقى الارسال تم ولا ما تمش؟ تم واسم مضارع بسيط ولكن معظم احداثه تمت ولها ريليشن يعني علاقه او تاثير بالحاضر ده المضارع التام طيب بقول لك المضارع التام ويستخدم مضارع التام التعبير عن ركز بقى يستخدم التعبير عن ايه؟ ريبيتد اكشنز ريبيتد احداث مكرره انت باصت فين؟ الماضي with quantity words مع كلمات داله على الكميه I have eaten three sandwiches واحد بيقول لك انا اكلت كام سندوتش؟ يبقى الاكل تم ولا ما تمش؟ تم لقد قمت بتناول ثلاث سندوتشات ماشي؟ خلي بالك بقى لو انا جيت في الاخر وقلت مثلا يسترداي دي تبقى صح؟ لا لا غلط احنا عاوزين نفهم بقى احنا جاي عشان نفهم لو انا جبت في الاخر يسترداي اول انا ورا جو من ساعه يبقى الموضوع بسيط لو انا حطيت هنا يسترداي او انا ورا جو كنت اقول اي اي يبقى المضارع التام حدث تم وانتهى في الماضي دون ذكر الوقت دون ذكر الوقت علي ارسل ايميل بس ما اقولش امتى علي هسن ان ايميل او علي هسن ريبورت لو انا حطيت في الاخر هنا تايم ريفرنس يعني
وقال اشاره لايه؟ الوقت. اقوم راجع للزمن بتاع الوحده يكون له ماضي بقى بسيط. اكل ثلاث مش كده امبارح من ساعه هذا الصباح. امال هو بيقول لك علي او اي هاف ايتن 3 ساندوتشز. طيب رقم 2 ديوريشن فروم باست تو ناو، انا بقول لك الفتره من الماضي لايه للان. اي هاف ليفد هير سينس 2000، انا عايش هنا من سنه كام؟ 2000. لو احنا فتحناها شويه كده واحد بيقول لك اي هاف ليفد هير سينس 2000، فين الزمن؟ هاف ايه؟ ليفد. هو النور على الثاني بتكون من ايه؟ هاف الجمع والضمير اي وهاز ايه؟ بتكون من حاجتين سهلين جدا. هاف وهاز في السنه ايه؟ لما اجي اترجم دي لقد عشت هنا منذ عام 2000. انا عايش هنا من سنه كام؟ 2000. ايه اللي انت فاهمه في السطر ده؟ سيبك من الترجمه بقى. This person this person left this place. Left غدر ولا still lives؟ still lives. انا ممكن اقول I still live، يعني ما زلت ايه؟ موجود هنا. I have lived here since to ايه؟ 2000. طيب يبقى التعبيرات دي المضارع التام قال لك هنا I have eaten 3 ايه؟ ها؟ ساندوتشز او I have lived here since ايه؟ 2000. طيب تعال نشوف كده اول جمله بناخدها هنا. I have lived here since 2000. فين الكلمة الدالة على المضارع التام هنا؟ سينس. معناها بالعربي؟ منذ. أنا بنظر ده من سينس وفور. سينس وإيه؟ فور. وفين زمن المضارع التام اللي في الجملة؟ هاف ليف. ما هو المضارع التام بيكون من ايه؟ هاف او هاز. وبعدين بجيب الباست بارتيسيبل نو هاف مع الجمع وهاز مع ايه؟ والزمن ده اسهل من المضى البسيط. اسهل من المضى البسيط. ايه بقى؟ ركز كده. لما يجي لك زمن نصين مركب يعني مش هتحتاج فعل من بره عشان تعمل نفس او سؤال. انا كنت بجيب مضى بسيط ايه؟ دين ودين صح؟ مضى بسيط ده ايه؟ دين ودين بس دين ودين هنا بقى بنك ايه؟ ما بجيبش حاجه من بره. يعني لو عاوز انفي دي اقول اي هاف اعمل سؤال هاف مش حاجه من بره خالص. الزمن المركب اسهل من الزمن الجامد. المضى البسيط زمن جامد زي المضارع البسيط كده بيحتاج فعل مساعد من بره عشان تفكه. امال ده مركب من ايه؟ هاف وهاز. اها هاف وهاز دي يعتبر تركيبه هي دي واحده زائد ايه؟ ثانيه. لما اقول اي هاف ليفد هير سنس هذا انا عايش هنا من سنه كام؟ معناها معناها اي ستيل ليف هير ما زلت ايه؟ عايش. من خلال الجملة ممكن تطلع استخدام سينس. سينس تأتي مع المضارع التام. يعني بيجي قبلها زمن ايه؟ المضارع التام اللي قبلها؟ ينفع اقول ليفد مع سينس؟ لا ما ينفعش. انا عاوز المضارع التام قبلها. المضارع التام مثبت او منفي معلوم او ايه؟ مجهول. وممكن كمان المضارع التام مستمر مش امر الوقت. يعني سينس بتيجي مع المضارع التام. دي واحد يسبقها المضارع التام. اثنين يليها اسماء. يليها ايه؟ اسماء. يعني ايه سينس 2000؟ يبقى سينس يبقى 2000 دي اسم سنه ولا عدد سنوات؟ ده هي ولا ده هي اسم سنة. اسم ايه؟ سنة. واحد معقول ان واحد يقول لك انا عايش هنا بقالي 2000 سنة؟ تيجي ازاي؟
واحد عاش 2000 سنه. امال ده اسم ايه؟ سنه. يبقى القاعده بتقول سنس بيجي قبلها مضارع تام، اثنين ليها اسماء، اسم سنه، اسم يوم، اسم شهر، اسم فصل. ماشي؟ وناخد دلوقتي ثلاث شواذ كده مع سنس وفور، بس خلينا ناخد الحاجات السهله. فنقول I have lived here since 2000، أنا عايش هنا سنة كام؟ 2000. معناها I still live here، ما زلت أعيش إيه؟ هنا. تمام. طيب. طب نقول مثلا جملة تانية. لو قلت كده I have lived here، نفس الجملة اللي في الكتاب برضو، since 2000. من سنة دي ايه بقى؟ 2000. احنا في 2000 وكام؟ 23. ماشي؟ عشان بس تطلع من الحصة انت تفهم الزمن. الجملة دي ممكن اقولها بشكل تاني. اقول اي. ركز بقى معايا عشان انت هتجيب فعل جديد عشان تحافظ على المعنى. I began to live here. أنا مش هكمل الجملة إلا ما تفهم الحتة دي. يعني إيه بجان؟ بدأ مضارع ولا ماضي؟ ها؟ ماضي. ماضي بسيط. أنا وقت ما خدتش إيه دلوقتي؟ ما خدتش مضارع تام. بس هقول ذا سيم مينينج يعني إيه؟ بس التركيبة الجديدة خالص مع الماضي البسيط. مع إيه؟ الماضي البسيط. أنا بدأت أعيش هنا، ركز بقى، 23 years ago. مش دي بتديك ذا سيم مينينج يعني ايه؟ بس ده هي، ركز بقى، ده مضارع تام. ماضي بسيط. ماضي بقى بسيط. والاثنين ذا سيم مينينج؟ نفس المعنى. طب ما طالب يقول لي بقى، طب ما احنا كنا ممكن تجي مثلا قلت بدل ما اجيب بيجن من بره، طب ما قلت اي ليف. لو قلت اي ليف مضارع لا ماضي برضه. ليف ايه؟ يبقى معانا الشخص ده ما عادش عايش هناك. تخيلوا كده، انت قعدت في القاهرة 10 سنين وبعدين نقلت بوند الجديد. وجودك في القاهرة 10 سنين مستمر دلوقتي؟ لا. يبقى مرة بسيطة. لما تيجي تقولها بالانجليزي تقول I lived in Cairo 14 years. I ايه؟ I lived in Cairo. يبقى لما اقول ماضي فاكرين كده ابو تريكا. ها؟ هاز سكورد. ابو تريكا سكورد ومحمد صلاح هاز ايه؟ سكورد. هي دي. ابو تريكا سكورد لانه ايه؟ خلاص ريطاير. انت قعدت في القاهرة 10 سنين. لو انت قلت بدي اي ليف يبقى انت ما عادش عايش هنا. انا عاوز احافظ انت لسه ايه؟ فجبت من بره ايه بقى؟ بيجان اللي بتساوي كلمه ستارتد. انت براحتك دي او دي، ده سير مين يعني ايه؟ نفس المعنى. اي ستارتد تو ليف او بيجان تو ليف. وعلى فكره تو والمصدر صح، او تو ليف وتضاف لها ايه؟ يعني عندك دلوقتي اربع اشكال. I started to live أو started living. I began to live أو began living. Here 23 years ago. يبقى أنت دلوقتي لما يكون في جملة مضارع تام ممكن تقلبها لإيه؟ لماضي بسيط وتحافظ على المينينج يعني إيه؟ اسمع. أنا بقول لك أنا عايش هنا من سنة 2000، يبقى أنا بدأت أعيش هنا من كام سنة؟ أمال لو قلت أنا عشت هنا يبقى ما عادش موجود. لو أنا قلت I lived مش هدينا نفس المعنى. لازم تجيب فعل من بره اسمه إيه بقى؟ began. حطه في الماضي. يعني إيه began؟ بدأ. I began to live here. طيب نروح تاني للجملة دي. تكوينه بقى بقول بيتكون من ايه؟ بقول لك هي وشي وات، المفرد تاخد ايه؟ هاز. واي وذي وي ويو تاخد ايه؟ هاز. نشوف كده الجملة. هي هاز بينتد ذا هاوس. يعني بنت؟ وانا بترجمها بقى هو سيدهن؟ ابدا بكلمة لقد. كل ما تشوف المضارع التام ده ليه؟ لقد قام بطلاء المنزل. يبقى الطلاء ده تم ولا ما تمش؟ بس ما تقولش تايم ريفرنس. لو انا جيت في الاخر كده قلت لاست يير بسيط، يبقى عشان ما يعني ما تطلعش من الزمنيه. طيب they have painted هم بقى، يبقى they have painted the house. قال لك he has وايه؟ وthey have. ماشي نفس الوضع هنا. لما تيجي تنفي بقى زي ما قلت لك من شويه،
المضارع التام ما اغلطش فيه يتنبأ بهاب انت وايه؟ واسال عنه بهاب او ايه؟ هنا اقول هي هازنت بنتد ذا هاوس او هي هازنت بنتد ذا هاوس. لما تيجي تعمل سؤال تبدا بايه؟ ماشي؟ وسؤال عادي هاو لونج هاف ذي بنتد ذا هاوس؟ من امتى هم داخلين البيت يعني؟ ده المجهول بقى يا شباب. ده ايه بقى؟ المجهول. زي ما قلت لك قبل كده وانت في شهر 8 لما تيجي تدرس الزمن تدرسه من الفورم يعني. استخدام اكسبريشنز تعبيرات اللي بتيجي معاها الكلمات الداله وبعدين تاخد جمله اثبات ونفس ومعلومه ايه؟ مجهول. يعني يعتبر في سبع ثمان قوالب كده تحط فيه الزمن فيه. يعني الفورم تكوين يوز الاستفهام تعبير تاخد جمله افرمتيف اثبات تخليها نيجاتيف لا تعملها كويشن اخر حاجه تاخد اكتب وايه المجهول. المجهول من المضارع التام سهل شويه ليه؟ لان بزود له ايه بس؟ بي. صيغه ثالث انا باخد هاب زي ما هي هاب وهاز وزود ايه؟ بي. هي القاعده بتقول اصلا في المجهول القاعده بتقول ان اي فيرب تو هاب مجهول وبين هاد وهاز وهاد مجهولها بين وبعدين التصريف كاف. هما دهنوا المنزل مين اللي دهن؟ المنزل ذا هاوس هاز بين بين. اصبحت اكتب ولا لازم؟ اكتب. لقد تم دهن المنزل المجهوله يبقى بناخد هاب وهاز بين وايه؟ والتصريف كاف. هنشوف بقى اهم استخدامات المضارع التام. بول فور اكشنز ذات ستارت ان ذا باست اند كونتينيو تيل ناو. احداث بدات فين؟ في الماضي حتى زي اللي كان بيقول من شويه انا عايش هنا من سنه كام؟ 2000 مستمر. احنا بندرس انجليزي بقى لنا 10 سنين ولسه بنقول كده وي هاف ليرند انجلش او سينس او فور. طب ما ننساش بقى اللي انا قلته من شويه سينس ليها اسماء. سينس ليها اسماء فور لها اعداد فور ليها ايه؟ اعداد. سينس وفور من علامات المضارع ايه؟ المضارع ايه؟ في بيج ديفرنس عن ايه؟ سينس ليها اسماء 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 وفور ليها اعداد. نبص كده في الجمله دي منار هاز ليفد ان اليكس سينس شي واز ا تشايلد. منار عايشه في اسكندريه منذ ان كانت ايه؟ طفله. الجمله دي مربوطه دلوقتي هل وراها اسم ولا جملة؟ جملة. زمانها؟ واو. ماضي بسيط. يبقى لو سينس جاي وراها اسماء ماشي. اسم سينس 2000 طب جملة بقى يكون زمانها ايه بقى؟ وقبلها مضارع تام. مش هنقول من شوية ان سينس بيجي قبلها ايه؟ مضارع تام. يبقى سينس بتيجي في النص قبلها مضارع ايه؟ تام. وبعدها حاجتين. ماضي بسيط يا اسم. ماضي بسيط؟ اسم سهل. اسم سنة، اسم يوم، اسم شهر. اسم موسم ماشي. امال لو جه فعل احط الفعل الماضي ايه بقى؟ يبقى اعتبر ان سينس الوقت النهارده بنستخدمها كونكتور يعني رابط رابط كده يبقى بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ايه؟ مضارع. ترجمه الجمله كده منار تعيش في اسكندريه منذ ان كانت معناها منار ستيل ليفز دير يعني ستيل طيب يبقى ده احداث بدات في الماضي وما زالت ايه بقى؟ مستمره. طيب بقول لك actions احداث which have happened very recently or finished and there is an effect on the present. حدث تم في الماضي له effect يعني ايه؟ تأثير. حدث تم فين؟ في الماضي. بس لسه تأثير مستمر للحاضر للمضارع. هو حدث فين؟ في الماضي. بس تأثيره ايه؟ مستمر. يس. ركزوا في الجملة الثانية سيبكم من الأولى دي، الأولى دي مش واضحة. He can't play the match. Can't مضارع. لا يستطيع لعب الايه؟ المباراة. Because he has broken his leg. كسر رجله. كسر رجل فين؟ بس لسه لا افكت عن ايه؟ خلاص؟ يبقى التأثير انه ما يقدرش يلعب ايه بقى؟ المباراة. يبقى حدث تم فين؟ الماضي. Still has an effect. ما زال له ايه؟ تأثير. Four questions and answers about people's experience. يستخدم مضارع تام، اوعى تنسى احنا شغالين مضارع تام. للسؤال والاجابه عن التجارب الشخصيه الايه؟ الفرد. عاوز اقول بالعربي كده هنسبق لك. هنسبق ايه؟ لا. يس، زي الجمله دي كده. بقول كده Have you ever been to Aswan؟ أسوان.
هنا ايه بقى؟ ابهر. تاتي بالسؤال، تاتي بالسؤال، تيجي في الجمل برضه، تيجي في الجمل، تيجي في الجمل عادي ما تحفظوش. ابر تيجي في السؤال والجمل العادية. هاخدها دلوقتي. هل يو ابر بين تو اسوان بالعربي يعني ايه؟ شوف ليس اي هاف. نو اي هاف او نو نيبر؟ او نو ايه؟ نيبر. يعني نو بتاعتك بكام؟ اثنين. اثنين. يس اي هاف. نو اي هاف او نو نيبر. هل سبق لك زياد لاسوان؟ قال له هنا نو. ها؟ اي هاف نيبر بين ذير. اي نيبر ايه بقى؟ بين ذير. كل مجموعة تركز معايا. في الأول إيه؟ have. سؤال أهو. وفي إيه؟ been. to. have. has. وآخد معاها been to، واخد معاها gone to. ده زمن مضارع ايه؟ كان. بادئ بيه دلوقتي have has. نركز بقى. have has مع been to يعني الشخص راح ورجع. راح وايه؟ ورجع. have has been to راح وايه؟ ورجع. بتساوي visited يعني زار، سوي انتباك يعني ايه؟ رجع. هما الهاف وهاز مع ايه بقى؟ يعني هو لسه في طريقه او هناك لسه ما رجعش. ده الفرق بين ايه بقى؟ بين وايه؟ بين وايه؟ وجونتو. طيب. اكشنز احداث that happened in the past without mentioning the time. حال استمر في الماضي دون تحديد ايه؟ زي ما قلناها من شويه كده. بص معايا، حال استمر بس ما قلتش امتى. ماي وايف مفرد. هي شو؟ لمعت ايه؟ الحزام. مش يعني بقى؟ لمعت ترجمها لقد قامت ايه؟ زوجت الحزام. يبقى البولشنج تمام ولا ما تمش؟ تمام. بس ما فيش تايم ريفرنس. شويه. لو انا قلت وقت في الاخر احط ايه؟ طيب. بص معايا في الجدول بقى، انا هحط في الاخر ايه بقى؟ نفس الزمن وغيره. اللي فوق ايه؟ هاز بولش. اللي تحت؟ بولش. اصبحت باص سمبل. طب ليه باص سمبل؟ عشان دلوقتي الشرط الوحيد ان برأة كان احداث في الماضي ما تكونش تتكلم عليها. حدث تم وانتهى في الماضي دون ذكر. امال لو الوقت اتذكر اربع ايام للماضي البسيط. نيجي بقى الكلمات الدالة عليه. أول كلمة، كلمة يا أولاد. معناها بالفعل، معناها بالفعل. طيب بص معاك في المثال ده كده. I have already passed my driving test. يعني driving test؟ يقول اختبار القيادة. اختبار ايه؟ القيادة. بالعربي يعني already؟ بالفعل. يعني ايه قلنا؟ بالفعل. أنا بالفعل اكتست اختبار القيادة. يبقى لقد اكتست اختبار ايه؟ السيارة. بالفعل. فين بالفعل بقى؟ اوريدي. محطوطة فين اوريدي؟ هو المضارع التام بيكون من هاب والتصريف ايه؟ التالي. اوريدي في النص ما بين هاب والتصريف ايه؟ التالي. يبقى لقد اكتست اختبار القيادة بقى؟ بالفعل. يعني ايه اوريدي؟ بالفعل. تأتي في منتصف الزمن. منتصف ايه؟ الزمن. أو في النهاية. I have passed the driving test already. يبقى لها كم موقع؟ اثنين. الاثنين صح. يا اما في نهايه الجمله او في وسط الزمن. وسط الزمن، وسط ايه؟ الزمن. الاثنين دول صح. انا اكتست القياده بالفعل او اكتست القياده او بالفعل اكتست ايه القياده. الاثنين صح. اوريدي صح. طيب ركز بقى في كلمه اوريدي. Have you finish the report. قول لنا شو يعني report؟ انا عاوز اعمل question يعني سؤال. تمام. انا مش هقول
الإجابة اللي لما نفهم السؤال. قبل ما نقول الإجابة يعني. Have you finished the report؟ أنا عاوز أقول هل أنت هاي تمام التكامل؟ أنت تمام؟ لو أنا قلت هنا نركز بقى في الجملة دي كويس أوي. لو أنا قلت هنا يت يبقى معناها بالعربي إيه؟ بعد. معناها إيه؟ بعد. بعد. يعني هل انتهيت من التقرير ايه؟ بعد. يبقى ده سؤال صريح يحتاج اجابه، يحتاج ايه؟ اجابه. انت خلصت التقرير يقول لي يس او ايه؟ او نو. انا في الفصل ومديك حاجه تحلها، اقول لك هاف يو فينيشد يت؟ يعني ايه؟ هل انتهيت بعد؟ تقول لي يس يت او ايه؟ او نو. يبقى سؤال صريح محتاج ايه بقى؟ اجابه. يس يس او ايه؟ طيب من ضمن استخدامات ايه يا اخوانا تاتي في نهايه ايه؟ سؤال او تاتي في النافيه وتاتي فين؟ في يعني يد تيجي بسؤال وايه؟ والنافيه بس انا عاوز افرق بين يد واوريدي ربنا دلوقتي عشان احنا استعجلنا فيها شويه عشان كده لو انا قلت لك نفس السؤال هاف يو فينيش ذا ريبورت وجيت في الاخر قلت لك اوريدي قلت لك ايه؟ اوريدي مع ان احنا من شويه قلنا اوريدي بتيجي في الجمله بس بالعربي يعني ايه اوريدي؟ بالفعل يعني ايه يا اخوانا؟ بالفعل مش احنا واخدين الوقت اتنين اوريدي اهم؟ I have already passed my driving test او I have passed my دي جمل جمل من السؤال جمل من السؤال دي معناها ايه بقى؟ بالفعل بالفعل طيب اللي فاتت هاف يو فينيشد ذا ريبورت يت ده سؤال محتاج ايه؟ اجابه اجابته زي ما احنا قلنا بتبقى ايه؟ يس او بتبقى ايه؟ نو حسب انت عاوز تقول دي بقى اوريدي يعني بالفعل هل انت انتهيت من التقرير بالفعل؟ دي مش محتاجه اجابه لذلك انا هاجي في علامه الاستفهام دي اخليها اكسكليميشن مارك علامه ايه بقى؟ تعجب علامه ايه بقى؟ تعجب بالعربي كده هل انتهيت من ها التقرير ها بالفعل بس ركزوا بقى معايا لازم في الامتحان يوم جايب لك جمله توضيحيه لدي يقول لك ايه بقى؟ يو ار سو كويك ده انت ايه؟ سريع قوي حته ان سريع قوي يعني هو خلص ما خلصش؟ خلاص يبقى انت بقى سؤال صريح ولا تعجب؟ تعجب عندك تعجب او الدهشه تاخد اوريدي ولا ايه؟ اوريدي امال السؤال الصريح؟ يس يبقى عندك نوع من الاسئله معايير؟ اوريدي لو السؤال بتاعك بيجيب لك انت جمله توضيحيه زي دي يو ار سو كويك انت ايه؟ سريع يبقى انا بقى مش عاوز يقول لي زي اللي فاتت يس وايه؟ نو لا ده هو قدم لي التقرير المفروض التقرير ياخد ساعتين يعمل في ربع ساعه اقول له كده يو هاف يو فينيش ذا ريبورت ايه؟ ها؟ يبقى احنا خدنا اوريدي يا اولاد صح؟ احنا خدنا ايه بقى؟ هل انتهيت التقرير ايه بقى؟ ها؟ بالفعل يبقى ده تعبير عن ايه؟ تعجب او دهشه لا تحتاج اجابه لا تحتاج اجابه اجابه مفيش فايس وايه طيب يبقى الكلمه الاولى يا اولاد اوريدي ناخد كلمه ايه حالا او توا حالا او توا نراجع بسرعه كده على زمن ايه المضارع المفروض بعد الحصه تحل اي سؤال عليه جاست من علامات المضارع ايه التام معناها حل او ايه او تاوى بص معايا كده في المثال ده هي هاز جاست فينيش ستادينج هيز انجلش ها ليسن هو مخلص مذاكره دروس انجليزي حالا جاست زي اوريدي فوق بتيجي ما بين هاف وايه وها بتصرف ايه تاني بس ما بتجيش في الاخر امال اوريدي ممكن تيجي في الاول هي هاز جاست فينيش ستادينج هيز انجلش ها ليسن يعني هو خلص مذاكرة انجليزي ايه؟ حالا. طيب. تعال ناخد
جملة تانية. My uncle has just bought أو نخليها مثلا has just come home. Home هنا ممكن تبقى المنزل أو الوطن. My uncle has just come home. كلمة دي لنا كلمة ايه؟ يبقى لقد عاد عم خالي المنزل منذ فترة ايه؟ قصيرة. فين كلمة بقى؟ جاست توان او حالا منذ فترة بقى قصيرة. طيب دي ممكن اخد الجملة دي احولها ماضي بسيط مع الحفاظ على كلمة ايه؟ جاست. اقول My uncle كيم الماضي من كم ايه؟ كيم هوم A short time ago. A short time ago. فين A short time ago دي يعني؟ يعني ايه A short time ago؟ منذ وقت قصير. منذ وقت قصير. فترة قصيرة. التعبير الطويل ده اشور تايم اجو بيساوي ايه فوق؟ جاست. يبقى جاست مضارع تام. اللي فوق ده مضارع تام. مضارع تام مع كلمه ايه؟ جاست. ماي انكل هاز جاست كام هوم. عم وخال لسه راجع البيت بتساوي؟ ماي انكل هاز جاست كام هوم. انا قلت جاست بقى ولا كيم؟ ها خدنا ايه دلوقتي؟ زمن؟ يبقى ده ماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. يبقى القاعدة بتقول لك إن كلمة جاست تأتي مع المضارع التام، تأتي مع؟ المضارع التام. بتساوي في اللغة؟ أشرار. بس مع الماضي البسيط. الجملة اللي فوق دي قلنا نفس الميننج يعني ايه؟ نفس دي زمانها ايه؟ مضارع التام. دي زمانها؟ بسيط. بس لازم في الجملة التانية تقول ديًا عشان تحافظ على ايه؟ على المعنى. لو أنت قلت ماي أنكل كيم هوم وسكت يبقى دي مختلفة عن اللي فوق. انا عاوز اتى منذ فترة يبقى قصيرة. يبقى بتقول ان جاست مضارع تام بتساوي في الماضي البسيط الشهر تايم اجو. عشان ايه نطلع بحاجة منها يعني. عندنا بقى الجزء الثاني كلمة ايه بقى؟ ايفر. ايفر بتيجي في السؤال زي ما قلت كده وصيغة تفضيل. تستخدم السؤال عن تجارب شخصية في السؤال وبعد صيغة تفضيل ومع الجمل ايه بقى؟ المنفية. هاف يو ايفر ميت محمد صلاح؟ دي خبرات سابقة. هل خبرك انا قابلت مين؟ محمد صلاح. يس او نو. ايه برا ايه؟ اتس ذا موست ديفيكالت كويستشن. ده اصعب سؤال اي هاف ايفر انسر. اصعب سؤال ايه؟ يعني اجبت. اللي فوق دي سؤال، اللي تحت سؤال ولا جملة؟ جملة. بس جملة فيها سوبر ليتيف يعني ايه؟ تفضيل. مين التفضيل؟ موست. يبقى ذا موست ديفيكالت تفضيل بيجي معاه كلمة ايه بقى؟ ايفر. يبقى ايفر بتيجي في السؤال العادي، تجارب شخصية، تجارب حياتية، أو بتيجي في السؤال أو بتيجي في الجملة اللي فيها سوبرلاتيف يعني ايه؟ تفضيل. نفي. I haven't ever eaten the Chinese food. دي من فيها ايه بقى؟ ما ينفعش نيفر، ما ينفعش نيفر مع بعض. I haven't ها؟ ايفر. لم يسبق لي أكل تشاينيز فود يعني ايه؟ طعام صيني. ايفر ولا نيفر؟ لا ايفر. فين؟ سؤال اخر. لا من الافضل بتيجي في الاول كده. تستخدم النفي في الجمل المقارنه اللي هي عندنا ايه بقى؟ نيفر. اي هاف نيفر بلايد سكواش بيفور. دي من فعل مثبته؟ يعني ممكن اقول اي هافنت او اي هاف نيفر. طبعا مع نيفر بجيب الجمله ايه؟ بجيب السؤال بقى مثبت. I have never seen a player faster than Ronaldo. في حالة النفي دي معناها الوقت yes. حتى الآن استخدمت النفي والسؤال استفهام يعني انت واخدناها الوقت. She hasn't revised her lessons yet. She hasn't revised her lessons yet. هي لم تراجع على دروسها حتى الآن. ده إثبات ولا نفي؟ نفي. يبقى كلمة يت تأتي بالسؤال والنفي. السؤال والنفي. عمرو hasn't yet sent the files. ممكن يت تحط في النص عادي. has هي she finished the cooking the food yet. لو السؤال بقى بيعبر عن دهشه
اخد يت ولا اوريدي؟ اوريدي. دهشة او استغراب؟ اوريدي. ناخد ايه بقى؟ اوريدي. من ضمن الكلمات اللي بتيجي مع المضارع التام ليتلي ريسنتلي. ليتلي تستخدم في الاثبات والاستفهام، وغالبا ما نستخدم ليتلي فين؟ في النفي. يعني لو جاب لك الاثنين وقال لك اختار، في النفي ناخد ايه بقى؟ دي معناها مؤخرا. هي هاز سنت مي ا ليتر، هو بعت خطاب ليتلي ريسنتلي. المضارع التام بتساوي في الماضي البسيط ا شورت تايم اجو، يعني ليتلي ريسنتلي كده معناها شورت تايم اجو. هاف يو هيرد فروم نوها ليتلي او ريسنتلي او اي هافنت بين سليبنج ويل. نيجي لكلمة سو فار، يعني ايه؟ حتى الآن. احنا دلوقتي بنراجع بسرعة على الكلمات الدالة على ايه؟ على المضارع التام. على المضارع ايه؟ التام. كل دي كلمات مع المضارع ايه؟ التام. سو فار بتساوي اب تو ناو. سو فار بتساوي اب تو ناو. بعرف يعني ايه؟ حتى الآن. في الإثبات والنهي. بس مش في السؤال. She hasn't had any problems so far. ما عندهاش أي مشاكل حتى الآن. I have sent my brother three letters up till now. كلمة over بيجي وراها فترة زمنية أو throw out، يأتي بعدها مدة إيه؟ زمنية. مضارع تام برضه. Egypt has changed over the last years. يبقى لقد تغيرت إيه؟ مصر على مدار السنوات السابقة. Last years أو السنوات الأخيرة. Over the last years. He has أو she has improved her English throughout the years. برضه ممكن آخد المضارع التام مع كلمة how long. How long has he had that car؟ من امتى وعنده السيارة دي؟ يبقى لو خدت هاو لونج بس اخد مضارع تام. فين المضارع التام في الجملة دي؟ has had وفي النص ايه؟ he. عشان ده سؤال. محمد صلاح has played for Liverpool in the last 5 years. يبقى برضه the last بتاخد مضارع تام. I have lived in Alex 14 years. طبعا فور لها عدد ايه؟ سنوات. انا قلت لك since of 4. She has worked as a nurse since 2000، يعني بتشتغل كممرضة منذ ايه؟ يس. بقول لك تستخدم since of 4 مع تعبيرات ايه؟ مختلفة. أهم حاجة تعرف اللي انا هقوله دلوقتي عشان تفرق بين سنس و فور. سنس و فور مضارع تام، ماشي. اثنين سنس ليها فور ليها في شويه هتقابلنا بقى دلوقتي، بس انا بقول لك دي ده الفكره العامه. طيب سنس فور اوكلوك الساعه 4 مش اسم ساعه؟ ولا عدد ساعات؟ لا اسم ساعه. 2000 اسم سنه. يسترداي يوم. ماشي يوم. كلمة ايه بقى دي؟ last. ولا the last؟ last. last زائد week. زائد time يعني فترة. يبقى last دي بقى الحاجات الشاذة. last ووقت ناخد ايه بقى؟ سنت. ابريل وماي واوجست اسم شهر. مانداي اسم ايه؟ كلمة سنس ذن. سنس ايه؟ ذن. دي يعتبر الشواذ بقى. last وكلمة ايه بقى؟ ذن. اللي فوق ده ما غلطش فيه. سنس زائد اسم خلاص. امال سنس last زائد فترة زمنية صح؟ وسنس ايه؟ ذن. معناها بالعربي منذ ذلك الحين. سبرينج وينتر وسمر. اسم. هيز ارايفل يعني اقرا ايه بقى؟ اسم الاسم يعني او ذا ايج اوف او ذا 1980s. هنا 4 اوكلوك يعني ايه ولا الساعة 4 ولا 4 ساعات؟ الساعة 4. طيب يبقى اوكلوك ركز معايا، دول الشواذ بس اللي انا بشوفهم، دول الشواذ. اوكلوك جميل. والباقي المفروض ما غلطش فيه. اسم وكلوك. نروح بقى الفور. ركز بقى معايا كده. دي 6 ايه؟ دي الساعه 6 ولا الساعه 9؟ يبقى لما اقول 6 كلوك اروح لايه؟ 6. يبقى اللي انا قلت لك بالعربي ده يعتبر هي الاختبار. سنس لها اسماء، فور لها ايه؟ عادات. وسنس بيجي معاها كلوك ولاست وزن. كلوك ولاست وزن. فور بيجي معاها ايه؟ اور. ده عدد ما غلطش فيه. وسيفرال او ميني او تين ويك. تين ويك مانث مش مشكله دي. هنا ايه بقى؟ خلاص. يبقى انا بقول اورز وبقول ايه بقى؟ خلاص. وذا لاست وراها ايه؟ ويك. لغايه الشرط
فترة ايه؟ زمنية. هناك ايه بقى؟ لاست. سينس لاست فترة زمنية. طب فور لاست فترة زمنية. طيب سينس ها ايجز منذ فترة ايه بقى؟ طويلة. يبقى فور ايجز بتساوي من اللي فاتت سينس دين. تساوي بقى؟ سينس دين. سينس ليها كام شاذ؟ واحد اثنين ها ثلاثة دين. هنا بقى تلات شاذ برضه. لا مش هي وكلمة ايه بقى؟ ايه هنا بقى لونج تايم وقت ايه؟ طويل او اوائل فترة او ديكيد يعني 10 سنوات او سنش يعني ايه؟ قرن او از لونج از ده الفرق ما بين سنس وفور اللي احنا هنقوله ده هيتقال لك بعدين الثالث ثانوي ده في نفس الوضع ده اولى وثانية وثالثة. طيب الحصة الجاية هناخد مراجعة بسيطة برضه عن مضارع الكم والاسئلة كلها واجب بالنسبة لنا كل الاسئلة واجب.